بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه تمارين خاصة بالسنة الثالثة ابتدائي. Ce sont des exercices pour troisième année. Premièrement, entoure le M. هنا حوّت على الحرف M. هنا عندنا أمثلة من الحروف. سنحوّت على الحرف M. هنا وهنا. Ici et ici. On a 4 M. Deuxièmement, entoure le N. هنا نحوّت على الحرف N. عندنا مجموعة كذلك من الحروف. عندنا هنا N, 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 وهنا N. عندنا كذلك 4 N, 4 N. Troisièmement, عندنا entoure le T. نحوّت على الحرف T. عندنا هنا 1, 2, 3, 4. La même chose. هنا نحوط على هذه الحروف بجميع الأشكال سواء كانت مينيسكول أو ماجيسكول. Quatrièmement, complète par ma, to, ni ou mi. هنا نكمل بهذه السيلاب. عندنا كلمات نكمل بها لنتحصل على كلمات. Exemple, هنا عندنا maman, rami, to, mat, ma, nil. Cinquièmement, عندنا forme des mots. هنا نشكل كلمات. عندنا دي سيلاب. هنا راح نشكل بها كلمات. Le mot, le premier mot, ananas. Le deuxième, amina. Le troisième, amine. Le quatrième, renard. Sixièmement, on a écrit en cursive. On a des mots هنا. Amina, maman, tomate, moto. نكتبوها بشكل en cursive. هنا script وهنا يعني شغل نلصق هذه الحروف اللي تعطينا كلمة. هنا مثال لاحظوا. أتمنى أن يعجبكم الفيديو وإلى الفرصة القادمة. شكراً.